النهارده هو ذكرى ميلاد ملك الدراما الفنان الراحل العظيم الفنان يوسف شعبان. يوسف شعبان اتولد زي النهارده عام 1931 في حي شبرا في القاهره، يعتبر واحد من اعمده الفن العربي وصاحب اداء استثنائي في العديد من الشخصيات اللي قدمها طوال مشواره الفني. خلينا نشوف ونتعرف على اهم المحطات الفنيه في حياه الراحل يوسف شعبان. تحل اليوم 16 يوليو ذكرى ميلاد الفنان الراحل يوسف شعبان الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1931 في حي شبرا بمدينة القاهرة لعائلة مكونة من الوالدين وخمسة إخوة هو أكبرهم. تلقى علومه الابتدائية والإعدادية بمدرسة الإسماعيلية، وأثناء تعليمه الثانوي التحق بمدرسة التوفيقية الثانوية. عطفت عليها بتهيلها أني بحبها، ده اللي ناقص. أخرتها عايزة تتجوزني، زعلت عشان خطبت المدرسة. لك متصورة إيه؟ تأثر بعمل والده الذي كان يعمل مصمم إعلانات في إحدى الشركات الأجنبية في نشأته الثقافية، وكان يحضر له الجرائد والمجلات يومياً، وهو ما شكل وجدانه الفني. يعتبر يوسف شعبان من أعمدة الفن العربي، وهو شخصية محبوبة ومحترمة في عالم الدراما من خلال تجسيد شخصياته الخالدة، حيث استطاع أن يلفت انتباه الجمهور بأدائه الاستثنائي العميق، فهو من رواد الفن المصري والعربي وأحد أبرز رموزه. درويش، قوم يا أخويا ريح على السرير شوية. مش قادر يا مريم، مش قادر. أنا هريح هنا 5 دقايق بس. كما حصل على العديد من الجوائز والتكريمات على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، ليظل إرثه الفني حاضراً ويستحق عن جدارة لقب ملك الدراما. تمتع الفنان الراحل يوسف شعبان بشعبية كبيرة، حيث عاصر الكثير من الأزمنة المميزة للسينما والدراما المصرية، وترك بصمة قوية في عالم الدراما العربية، إذ قدم شخصيات لا تنسى وأداء استثنائيا لها. كما شغل يوسف شعبان منصب نقيب المهن التمثيلية لدورتين متتاليتين من عام 1997 حتى عام 2003، وقام بإنشاء ناد للفنانين وتقديم المساعدات لزملائه المحتاجين. قدم يوسف شعبان على مدار تاريخه أكثر من 300 عمل فني ما بين السينما والتلفزيون والمسرح، رغم دخوله مجال التمثيل بالصدفة، وتم اختيار 7 أفلام شارك فيهم ضمن قائمة أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. بنت فوزية دي بقت قلق قوي. أنا مش عايزك تبقي زي بنات المسبغة دول، والبنات أخبية ما بيفكروش غير في حاجة واحدة وبس. كذلك فقد قدم العديد من المسلسلات المتميزة، أبرزها رأفة الهجان، الوتد، الضوء الشارد، المال والبنون، امرأة من زمن الحب، وليلة القبض على فاطمة. تزوج يوسف شعبان من الفنانة ليلى طاهر، ثم تزوج من نادية إسماعيل شيرين ابنة الأميرة فوزية بنت فؤاد الأول، وأخيراً كانت إيمان خالد الشريعان آخر زوجاته، وهي سيدة كويتية أنجب منها ابنته زينب وابنه مراد. وفي عام 2017 أعلن يوسف شعبان اعتزاله الفن نهائياً، إلا أنه عاد للتمثيل مرة أخرى وشارك في مسلسل ملوك الجدعنة، وتوفي قبل الانتهاء من تصوير مشاهده عام 2021. تاريخ حافل بالطبع للفنان الراحل يوسف شعبان، تغمده الله بواسع رحمته. النهارده ذكرى ميلاده.